السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي من خلاله سأشارك معكم تصريحات قوية من المدرب لمنتخب بوركينا فاسو الذي تحدى بها الكوتش جمال بالماضي، وكان عنده تصريح مراوغ صراحة للكوتش جمال بالماضي. وأيضا سأشارك معكم تصريحات يعني رئيس اتحاد النيجر لكرة القدم عن مباراة المنتخب الوطني الجزائري، أين تحدى المنتخب الوطني الجزائري بقوة بتصريحاته بطبيعة الحال. هذا سنتعرف عليه، فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. وكبداية أبدأ لكم ب يعني المباراة التي جمعت بين نادي شيفيلد يونايتد ك يعني خبر محايد، المباراة التي جمعت بين شيفيلد يونايتد التي يعني ضمت نجمين الدول الجزائري عادلين غديورا مؤخرا خسر أمام نادي ساوثهامبتون في درجة الشامبيونشيب بطبيعة الحال تحت شعار مسابقة كأس يعني الرابطة المحترفين الكاراباو كاب. بطبيعة الحال خسر نجم الجزائري عادلين غديورا، ولكن ارقامه كانت يعني جيده نوعا ما حسب موقع سوفا سكورت، حيث هذا اللاعب قدم 21 تمريره يعني كانت نسبه نجاحها 78%، وقدم كرتين طويلتين يعني من اساس ثلاثه، وقدم افتكاكين بطبيعه الحال وست تدخلات على الكره وسبع مرات فاز بالالتحام، وايضا تقييمه كان حسب سوفا سكورت 7 من ضمن 10. يعتبر هذا التنقيط يعني نوعا ما ممتاز في هذا اللقاء، ولكن خسارة كبيرة لهذا اللاعب يعني خروجه من كأس الرابطة الإنجليزية يعني مبكرا. فهذا كان الخبر الأول. ننتقل الآن إلى صلب الموضوع. المدرب يعني لمنتخب بوركينا فاسو الملقب بكامو مالو يعني في الفترة الأخيرة كان يصرح باللي أنه منتخب بوركينا فاسو راح يلعب وراح يدخل إلى التصفيات المؤهلة لمونديال قطر سنة 2022 فقط من أجل كسب الخبرة، وهذا الشر أنا شاركته معكم يعني قبل مباراة الجزائر أمام بوركينا فاسو في الأراضي المغربية واللي خرجت نتيجة تعادل. وبعدها أعزائي الكرام كان يصرح هذا المدرب لأنه راهم داخلين لهذه التصفيات المؤهلة لمونديال قطر فقط من أجل كسب الخبرة، وأيضا من أجل يعني الدخول بقوة إلى نهائيات يعني كأس أمم إفريقيا النسخة القادمة، وهذا ما سبب غضب جماهير كبير بوركينابي بطبيعة الحال، ورد عليهم ليلة أمس يعني في ظهور له إعلامي صرح قائلا ورد عليهم قائلا: مع كل احترامي لرواد مواقع التواصل الاجتماعي البوركينابيين إلا أنني مدرب الأول للمنتخب الأول ويجب احترام رأيي الخاص، ولدي طريقتي لمعالجة المواضيع، وأجدد تصريحاتي بأن ما يهمني هو التحضير لمنافسة كأس أمم إفريقيا القادمة، قائلا أيضا: صحيح أن التأهل إلى نهائيات كأس العالم يعتبر حلم حقيقي. يعني بهذه التصريحات راه يقول بلي انه مازال رانا حالمين للصعدو الى مونديال قطر سنه 2022، ولكن كل هذه التحضيرات وهذه المباريات يعني فقط من اجل كسب الخبره بان ندخلوا بقوه الى يعني نهائيات كاس امم افريقيا. ولكن انا الشيء اللي حيرني هو انه هذا المدرب بعد التعادل امام المنتخب الوطني الجزائري اصبح يقول بلي انه يعني منتخب النيجر كان اقوى من المنتخب الوطني الجزائري، واصبح يقول بلي انه رانا راح نلعبوا بكل قوه من اجل الصعود الى مونديال قطر سنه 2022. انا هذا المدرب حسب تصريحاته اللي شاركتها معكم في الفيديوهات السابقة متناقض مع نفسه، كل مرة يصرح لك تصريح عكس التصريح الأول. وأيضا صرح قائلا: لمن لا يعرفني أنني مدرب تنافسي ولن أسمح في أي مباراة، لكن طريقة الاتصال قبل المباراة يجب أن تكون حذرة لأننا نواجه بطل إفريقيا ولا يمكنني أن نمنحهم الأدرينالين لكي يهاجموننا. يعني هذا بالنسبة لي أنا تحدي، علاش؟ لانه حاليا يبرر تصريحاته في الفتره الاخيره بلانه راه يستبعد فريقه من الترشيحات، يعني ما راناش مرشحين، ما راناش اصلا باغيين نطلعوا الى مونديال قطر سنه 2022. هكذا هي تصريحات المدرب يعني كامو مالو مدرب بوركينا فاسو، ولكن يعني همه الوحيد هو انه راه يبعد منتخب بوركينا فاسو من الترشيحات، باه ما يعطيش للمنتخب الوطني الجزائري ادرينالين باه يفوزوا عليهم. لانه لو كان باللي يقول هذا المدرب نحن يعني راح نصعدوا الى مونديال قطر سنه 2022 راح تكون حراره كبيره للاعب المنتخب الوطني الجزائري فوق ارضيه الميدان، فعنده تصريح مراوغ صراحه هذا المدرب يعني في اخر ظهور له، ولكن يبقى تحدي كما قلنا. فما رايكم حول تصريحات هذا المدرب؟ وننتقل الان الى تصريحات يعني الامين العام للاتحاد النيجر لكره القدم محمد سليمان الذي صرح قائلا باللي انه يعني صحيح اننا لعبنا المباراه الاولى من التصفيات المونديال في مراكش امام منتخب بوركينا
فاسو أين خسرنا بثنائية نظيفة في الجولة الأولى في تصفية كأس العالم، وذلك بسبب قرار منع يعني الذي اتخذه في تاريخ سابق من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتوصيات من الاتحاد الدولي للعبة، على اعتبار أن ملعب الجنرال سيني كونيتشي في العاصمة النيجر نيامي لم يكن يستجيب للمقاييس الدولية المعمول بها، وقائلا الأمور صارت على عكس كل التوقعات وحققنا فوزا كبيرا على منتخب جيبوتي على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية، وقائلا منتخبنا يعني يكون قد حفظ الدرس جيدا من الهزيمة الأولى أمام بوركينا فاسو، لذلك أظن أنه تمكن يعني من الإطاحة بمنتخب جيبوتي وهي مباراة تحسب بالنسبة لنا خارج قواعدنا بطبيعة الحال. وصراحة في نفس السياق كل منتخب يعني يطمح إلى اللعب في بلده أمام جماهيره، لذلك يعني لأن ذلك يساعدنا على التألق وأيضا ومن ثم تحقيق الفوز يعني على المنتخب الوطني الجزائري، لما لا؟ يعني هدفهم من هذه التغييرات هو أنهم باغيين يلعبوا في الأراضي نتاعهم، به يعني يتحرروا نفسيا، به يفوزوا على المنتخب الوطني الجزائري، كان هذا هو تصريحه بطبيعة الحال بشكل مختصر. وصرح في نفس السياق أن الملعب أعزائي الكرام لأنه هذا الملعب كما قلت لكم أن الجهات المعنية والمكلفة بإصلاح الملاعب في بلادنا لم تبقى مكتوفة الأيادي في الفترة الأخيرة، بل بالعكس بذلت جهودا كبيرة في ظرف قياسي حتى يتمكن منتخبنا الوطني من اللعب داخل قواعد وأمام يعني جماهيره في أراضيه، وقائلا أيضا هذا ما نطمح عليه يعني الفوز أمام المنتخب الوطني الجزائري وعودة الأنصار، لكن لحد الساعة المباراة ستجرى من دون حضور جماهير بسبب التفشي فيروس كورونا في العالم ومن ثم التدابير الصحية المتخذة من قبل يعني الهيئة الكروية القارية، ولكن يعني ممكن أننا سنرى 5000 متفرج لدعم منتخب بلادنا منتخب بوركينا فاسو في موعده القادم أمام المنتخب الوطني الجزائري بطل إفريقيا، رغم أن اللقاء لن يكون سهلا بالنظر إلى إمكانيات منافسنا يعني القاري وهو المنتخب الوطني الجزائري. وصرح قائلا لما لا نفوز على المنتخب الوطني الجزائري، تبقى مجرد كرة القدم والفائز فيها سيكون المنتخب المحضر نفسيا أكثر، لذلك يبقى هدفنا الأول يعني الفوز. وصرح قائلا الأمر مستبعد جدا في ظل تواجد منتخبي الجزائر وبوركينا فاسو بهن الصعدوا إلى مونديال قطر سنة 2022، نحن منتخب صغير، هدفنا بناء منتخب تنافسي وقوي تحسبا للاستحقاقات المقبلة، وأظن أن ذلك يبقى أمرا واردا مع المدرب الفرنسي جون ميشال كافالي. وصرح قائلا بأن جون ميشال كافالي يقدم مستوى جيد ونحن طلبنا منه وعيناه على رأس العارضة الفنية لمنتخب النيجر منذ قرابة يعني سنة وهو يقوم بعمل كبير، وأكد له مرارا وتكرارا لأنه بناء منتخب قوي مستقبلا يبقى هدفنا الأول والأخير، يعني ما راناش باغيين نطلعوا إلى مونديال قطر لأنه هذه حاجة شبه مستحيلة، فنحن نريد بناء منتخب قوي، هذا هو هدف يعني اتحاد النيجر لكرة القدم وهدف يعني المدرب الحالي جون ميشال كافالي الذي كان مدرب المنتخب الوطني الجزائري سابقا. وصرح قائلا بنفس السياق أعزائي الكرام عن برمجتهم لسفرية الجزائر، قائلا مبدئيا ستكون يعني في العاصمة الجزائر قبل 48 ساعة من موعد المباراة، لكن تبقى قضية تذبذب الرحلات من وإلى الجزائر أكبر شيء يقلقنا، غير أننا نسعى للفصل يعني في الأمر قبل بداية الشهر المقبل حتى نتفادى عامل المفاجأة. كانت هذه هي تصريحاته أعزائي الكرام، وأكد مرارا وتكرارا بأنه راهم داخلين إلى هذه المباراة رغم يعني قوة المنافس المنتخب الوطني الجزائري، إلا أنهم يطمحون إلى الفوز وتحدوا المنتخب الوطني الجزائري من أجل الفوز، وعملوا هذه التغييرات من أجل استقبال واحتضان هذه المباراة في أراضيهم تحت يعني 5000 مشجع. لحد الآن السلطات لم تعطي الضوء الأخضر لعودة الجماهير، ولكن هم رهم طامحين ويعني آملين أنها ستعود الجماهير لبوركينا للنيجر يعني من أجل تشجيع المنتخب النيجر أمام المنتخب الوطني الجزائري، وقال لأنه هذا يعطينا تحرر نفسي أكثر، خاصة لعب أولا في أراضينا أي أراضي النيجر، وثانيا عودة الجماهير إلى الملاعب، فقال 5000 مشجع راح يحررنا بشكل كبير جدا وراح يشجع ويحمس اللاعبين فوق أرضية الميدان، فهم عملوا كل هذه الأشياء فقط من أجل الفوز على المنتخب الوطني الجزائري، وهذا يعتبر من حقهم وما راحش ندخل فيه صراحة، ولكن يعني إن شاء الله تكون النتيجة يعني إيجابية للمنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب النيجر في أراضي النيجر بطبيعة الحال. وأيضا يعني تصريحاته كانت واضحة، تحدى المنتخب الوطني الجزائري ويريدون الفوز وعمل كل هذه التغييرات يعني من على الأساس من أجل الفوز على المنتخب الوطني الجزائري. فما رأيكم حول تصريحات يعني رئيس اتحادية النيجر؟ أخبرونا أراءكم في صندوق التعليقات، وكان هذا فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.